والله لما تعملي ايه؟ سن الياس ما بيرحمش. سن الياس ده يا حبيبتي للي استسلموا، لكن الشباب بيفضل على طول اللي بيحافظ عليه. تحافظي على ايه؟ شبابك فقدتيه من زمان، من زمان قوي فقدتيه في السكه. بس انا عندي نصيحه ترجعك 100 سنه لورا. بص يا ستي، كوبايه ميه سخنه، حطي عليها معلقتين عسل وقلبيهم وبلبعيهم كده على بقك، هتقومي على البيت ده بالمنفضه تقطعيه. ظريفه قوي الاخت. ها سناء؟ نعم يا ماما. عاوزاكي قبل ما تروحي المدرسه تفوتي على الصيدليه اللي جنبنا وتجيبي لي منها حاجه. الف سلام عليك يا ماما، انت تعبانه يا حبيبتي ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، انا عايزه قلم رجع النبي كده على ذوقك. الله الله يا ماما، شايفه الناس اللي بيحافظوا على شبابهم اتعلمي. لا يا اختي، مخك راح لبعيد، انا ما بتغندرش زي جماعه. ليه يا حبيبتي؟ قلتي تقدري؟ على فكره قلم الروج ده للحاجه فتحيه، اصل دخلتها النهارده وانت عارفه ان ابنها الصغير ما يقدرش على المسؤوليه، على المعاشات، وعنده امراض الدنيا كلها. اللي تفيدك في الموضوع ده يا ماما وفي الكلام الفاضي والمسخره نجلاء بنت مجيده، ابعتيها تجيب لك قلم الروج. لا يا حبيبتي، لا يا حبيبتي، نجلاء عيانه النهارده وهي نايمه ومش رايحه المدرسه كمان. خلاص انت يا حبيبتي بالخطوه السريعه انزلي اركودي جري وانا امسك لك الاستوب واتشي قلم الروج. يا اختي خفيفه، يا اختي يا اختي خفيفه. صباح الخير يا جماعة، بليز وطوا صوتكم عشان عادل ما نامش طول الليل بيشخر، الزهر بيحلم في حلم. لا لا أنا خلاص صحيت. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير يا ماما. صباح الخير. صباح الخير. الجرس. مفيش حد كان مع الدبدوب ده؟ لا يا بابا. وريني مكتوب عليه ايه؟ صنع في الصين. لا مش قصدي اللي مكتوب عليه من بره، قصدي اللي جوه الدبدوب ده اللي مكتوب فيه. استنى استنى. ايه ده؟ ده جواب غرامي. ايه يا دولا في ايه؟ الله، هو الدبدوب ده مطلع قلبه كده ليه لبره؟ عنده القلب يا سيدي عيان، ايه ناقصاك انت كمان؟ ايه بس يا دولا، ايه اللي مضايقك؟ احكي لي، انت لو ما اشتكيتش لابن عمك حبيبك يعني هتشتكي لمين؟ اولا انا ما احبش حاجه تحصل في البيت ما كنش فاهمها. على فكره بقى يا دولا، انت الحته دي بقى بالذات وارثها مني انا. سيبك منك خالص. ثانيا دي سمعه بيت، يعني ممكن الكلام يتنطور كده ولا كده ويبقى شكلنا وحش قوي في المنطقه. ايه دول؟ الحمد لله مفيش نطوره اي كلام، لكن لو انت عايز الكلام يتنطور يعني ربع ساعه، ربع ساعه واخلي سمعتكم على كل لسان. بس يلا، كل لسان ايه دلوقتي؟ انا عايز اعرف مين اللي بعت الدبدوب ده. تاني حاجه عايز اعرفها، يا ترى اللي اتبعت لها الدبدوب هي عارفه اللي بعته ولا لا؟ تالت حاجه، هل اللي بعت الدبدوب ده اختار الميعاد ده قاصد ولا لا؟ رابع حاجه، لماذا اختار هذا الاسلوب في التعبير عن مشاعره؟ التي هي من الواضح انها متشعلله في اتجاه واحده عندكم في المنزل. يا حلاوتك يا استفندي يا ابن عم البرتقال، ايه الحلاوه دي يا ابن عمك مشرفه. تعال اقعد يا تعال اقعد، والله ممكن تفيدني وانت مش قاصد يخرب بيتك. هقول لك دولا، الموضوع ده ملهوش الا حل واحد. اوعى تقول لي نقرر الدبدوب، انا عارف دماغك يا الدبدوب. ايه بس اللي نقرره يا دولا؟ الدبدوب ده لعبة. صح، انا اسف، انا غبي انا غبي. بص يا دولا، هو حل واحد من ثلاث حلول. ايه ده، انت هتقول لي ثلاث حلول؟ لا يا اخي، هو حل واحد بس جواه يعني ثلاث حلول. ايه الحل ابو ثلاثة ده؟ انا عمري ما سمعت عن حل ابو ثلاثة. اتفضل قول. اسمع مني،
لما بيبقى فيه مثلا واحد بيبقى مسروق منه فلوس في محل مثلا وبيبقى شاكك في واحد معين بيعمل ايه؟ بيقوم حاطط له فلوس كده قدامه ويشوف يا هل يعني هياخدهم ولا لا. يا هل هياخدهم ولا لا؟ بس اكيد مش هياخدهم، دي فكرة قديمة قوي يا رمزي، مفيش حرامي غبي بالشكل ده. عندك مثلا انا لما خنصرت منك 150 جنيه وكنت هتتجنن يا عيني علشان تعرف مين اللي واخدهم، بس كنت شاكك فيا، قمت انت جاي تاني يوم وحطيت لي 20 جنيه قال ايه علشان اخدهم ولا لا يعني. ايوه فاكر. وانا ما خدتهمش. ايوه طبعا، لانك انت كنت هارش ان انا عامل فيك الحركه دي. لا، لاني كنت لسه ما صرفتش ال 150 جنيه بتوع امبارح. يا زكي. ايوه دول فاكر. فاكر طبعا. طب انت عايز نعمل ايه يعني؟ احط للدبدوب 20 جنيه ونشوف هيسرقهم ولا لا؟ 20 جنيه بس اللي يتحطوا للدبدوب؟ الدبدوب ده لعبه. غبي تاني، انا برضو غبي تاني. افهمني عادي، ما هسامحك. افهمني انت يا سيدي، تحط الدبدوب ده قدامهم وتشوف يا هل يعني مين فيهم هتاخده. يا هل مين فيهم هتاخده؟ تصدق فكره يالا، ومكافاه ليك مخصوم منك ال 150 جنيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. هاي يا عادل، عرفت الدبدوب يبقى ابن مين؟ لا، عرفت الدبدوب مبعوث لمين؟ مين؟ 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 الدبدوب ده مبعوث لوحدة موجودة هنا في البيت. على فكرة يا عادل، انت ما تعرفش حاجة، انت ابني وانا عارفاك كذاب زفة. لا يا ماما، المرة دي انا عارف كل حاجة. الجواب اللي جه مع الدبدوب بيقول إن اللي بعته أول حاجة لواحدة ست هنا، تاني حاجة اللي باعت الجواب ده واحد راجل، تالت حاجة ودي الأهم، عايز أعرف الجواب ده والدبدوب مبعوتين لمين، ومين هو الراجل اللي بعته. متزعليش مني يا مجيدة يا أختي، الدبدوب ده جاي لبنتك نجلاء. يا سلام، وايه اللي ياكد لك بقى كده ان شاء الله؟ دي حاجه واضحه زي الشمس بدون تعليق. عشان هي مراهقه وبعدين بتتفرج على فيديو كليب وما راحتش المدرسه النهارده عشان تستنى الدبدوب، وما فيش داعي بقى فتة اكتر من كده. انا ما روحتش المدرسه النهارده عشان انا تعبان، وبعدين فيها ايه يعني لما اتفرج على الفيديو كليب؟ ما سنها هي كمان بتقعد تتفرج معايا. بصي بقى، شور 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 ان الدبدوب ده جاي للست سناء. كل شيء جايز. ليه لا، انا ليا معجبين كتير، بس المعجب بيا هيجيلي من الباب، مش هيبعت لي دباديب. وبما اني مدرسه فاضله فانا بعكس شكل الاخلاق والرزينه والفضيله والاخلاق الرفيعه، وانا شايفه ان اللي بعت الجواب ده حاجه من الاثنين، يا اما مراهق يا اما بيعاني من مراهقه متاخره، وبعته لوحده حاجه من الاثنين، يا اما مراهقه يا اما بتعاني من حاله مراهقه متاخره. ها، انا مش بتكلم تاني. خلاص انا اسف، قلت لك سيبني اكمل كلامي يا اخي، مش هعبر عن رايي. اتفضلي. ولو بصينا للجواب ده بما ان انا درس علم نفس، هنلاقي ما بين السطور نفهم من فحواه ان هو مبعوث لوحده في سن الياس. طب وليه ما يكونش حد طالع ونسيه، او حد نازل ونسيه، او حد كان واقف على الباب او معدي ونسيه، او حد نسيه علشان نسيه عادي يعني، او ممكن يكون حد تاني نسيه غير الحد اللي انت قلت عليه نسيه فنسيه يعني. طيب عموما بكره كل شيء هيبان. يلا يا راني. انا عايز اعرف كل حاجه دلوقتي بقى. على فكرة بقى عادل، بقى انت بصراحة يعني بتبالغ قوي، يعني بتبالغ قوي. انا ما ببالغش، انا لازم اعرف الدبدوب ده مبعوث لمين في البيت ده عشان انا مش طرطور. ما هو ممكن يعني عادي، يعني ممكن يكون جيب الصدفة.
صدفة ازاي؟ هو بني آدم؟ ده لعبة يا هانم. طيب ممكن يكونوا بيوزعوه هدايا بمناسبة عيد الحب. مين هم اللي بيوزعوه؟ الناس اللي بتوزع. مين هم الناس اللي بتوزع؟ الناس اللي بتشتغل موزعين يا عادل. اللي هم مين؟ هم الصينيين. قصدك مين يعني؟ السفارة الصينية؟ ممكن يكونوا بيوزعوا دعاية لمنتجاتهم. يا سلام، هم الصينيين محتاجين دعاية؟ مش محتاجين أي دعاية. عموما أنا هحط الدبدوب ده في الصالة وأشوف اللي هتاخده تبقى هي اللي مشاركة في الجريمة. الدبدوب ده ايه اللي حصل؟ هو فقس؟ لا دي مامتي الدبدوب جت عشان تسأل عليه. جت تسأل عليه؟ قلب الأم بقى وجت بنفس الطريقة برضو؟ هي كمان رنت الجرس، أما فتحت الباب لقيتها واقفة. لقيتها واقفة وجاية بنفسها يعني. انت ما تعرفش. ما عرفش ايه؟ يا لهوي، ده البلد كلها تعرف. انت ما تعرفش ايه؟ اصل اللعب لما احنا بننام هي بتتحرك وتمشي وتاكل وتشرب وتلعب مستيكه وتلعب استغماية مع الدباديب التانية وتروح تزور جيرانها ومش عارفه ايه. انت بتسرحي بيا جيرانها ليه؟ عمالة تتحرك اهو. بس وبعد كده بعد ايه لما احنا بنصحى هي بتقف ثابته كده. لا معقوله يعني؟ معقوله يا ياسمين اللعبه هتقعد تتحرك ولما نبص لها تفضل ثابته والبلد كلها عارفه وانا الوحيد اللي مش عارف؟ اسرحي بيا. يلا بيا. يا سلام. يلا يا ياسمين. اوعى كده. يلا انا خلاص كل خيوط الجريمه بقت في ايدي. الجواب التاني اللي جه ده وضح لي حاجات كتيره جدا ما كانتش باينه في الجواب الاولاني، وعرفت مين هو اللي جاي له الدبدوب التاني. مين يا عادل؟ نفس اللي جاي له الدبدوب الاولاني. وعرفت كمان مين اللي بعته. يوه، مين يا عادل؟ نفس اللي بعت الدبدوب الاولاني. ايه المعلومات الفظيعه الجديده اللي انت اضفتها دي يا عادل؟ ما كل ده معروف يا ابني. ما هو معروف عشان انا اللي قلته دلوقتي حالا قدامكم، لكن انتوا لو ما كنتش قلتلكم ما كنتوش هتعرفوا. طب ما تقرا لنا بقى الجواب علشان نعرف مين بدل الالغاز اللي انت عمال تقولها. حاضر، جواب هيتقري. حبيبي يا صغير يا وحشني. يا صغير طبعا عرفنا هنستثني مين. يا خسارة يا دي الحظ، ناس ما عندهاش نظر. حبيبي يا ابو عيون عسلية. خسارة عينيا زرقاء دي هحاسبك عليها بعدين، اصبري. حبيبي يا ابو عيون عسليه كلك رقه وطيبه وحنيه.
فلت الجبان. ما تزوق يوم وتطل عليا حبيبي يا ابو عيون عسلية. انا كنت متاكده ان الدباديب دي بتيجي ليا انا، بس بصراحه انا ما اعرفش مين اللي بيبعتها لان ذوقه زباله، وانا بصراحه ما بعرفش الناس زباله. بس 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 نجلاء يا حبيبتي، احنا طبعا عارفين ان احنا عيله واحده واحنا اسره واحده، ولازم تفتحي لي قلبك لا اما هفتح لك دماغي. والله العظيم ما اعرفه. انا مش مصدقك يا نجلاء. الله، ويعني هي هتكذب ليه؟ البنت ما بتكذبش لانها طلعاني، وما بتكذبش ابدا. على فكره بقى، الدباديب دي بتيجي لياسمين لان انا شفت الواد حماده كان عمال بيحوم حوالين البيت من يومين. بس 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 ياسمين يا حبيبتي، انا عايزك تفتحي لي قلبك وتقولي لي ايه اللي حصل بالظبط. الواد حمادة كلمني من يومين وقال لي ان هو في شرم. يا كذابة. انا بقى عارفة مين اللي بيجي له الدباديب دي. مين يا ياسمين؟ نجلاء. وانت عرفت منين؟ عشان بتفتري عليا دلوقتي. خلاص بقى يا حادي، بيجي لها الدباديب من حد ما تعرفوش، كبر بقى. انا اللي هفتح، انا اللي هفتح. دول عايزين لهم اوضه لوحديهم. استنوا استنوا، الخيوط بتاعت الجريمه ابتدت تكتمل يا جماعه. وداني مع الدبدوب. ها، اللي بتبعت له الدباديب دي هيعترف على نفسه ولا اقرا الجواب ولا ايه؟ يا عم ما تقرا الجواب وتخلصنا في ليلتك دي يا عادل. ماشي، انا هقرا الجواب مع اني كنت مدي فرصه للي بيجي له الدباديب. انا ببعت لك النهارده عشان اقول لك كل سنه وانت طيب، عشان تعرف ان انا ما نسيتش عيد ميلادك. مع السلامه يا حبيبي. مع السلامه يا حبيبي، وماضي البجح كمان. النهارده بقى عيد ميلاد مين؟ مبروك يا بابا، عيد ميلادك النهارده مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه. ها، هتقولوا عيد ميلاد مين ولا اعرف انا بنفسي؟ ما هي قالت لك بنتك كل سنة وانت طيب ومبروك. ايه ده، قصدكوا ايه؟ قصدكوا ان الدباديب دي كلها كانت بتيجي عشان انا؟ يلا يا جماعة بقى، نسيبهم مع بعض في لحظة هدوء وحب وسعادة. دبروا وزن على خراب عشرة. باي باي بقى يا عدولة، سهرة سعيدة. ربنا معاك يا رب. خلينا مطينا بطين. رانيا حبيبتي، اكيد في حاجه غلط، الخيوط بتاعت الجريمه كلها اتلخبطت في بعض. عادل يا حبيبي، انت الوحيد اللي عيد ميلادك كان النهارده، يبقى انت اللي كان بيجيلك الدباديب وانت اللي كان بيجيلك الجوابات يا ابو عيون عسليه. صحيح، ايه حكايه يا خساره عينيا زرقاء دي؟ ها، ما تغيرش الموضوع. مين اللي بيبعت لك الجوابات؟ والله بجد ما اعرف يا رانيا، والله ما اعرف. طب وريني الجواب. ايه ده؟ هو مكتوب اهو، من فيرجينيا البرازيل، ملحوظه، مرسل مع الجواب صوره ليا عشان ما تنسانيش. يا سلام. مين بقى الست فيرجينيا البرازيل دي يا عادل؟ ايوه افتكرت، دي ست كبيره عندها بتاع 70 سنه يعني، جت مصر كده من 10 سنين وعملت لها سفاري هي ومجموعه من اصدقائها، فست بتشكرني يعني مش اكتر يعني. هبل، اصل انا عايزه اصدق الكلام لهبل ده بجد، اكيد في خيط غلط دخل في وسط الخيط. استنى استنى استنى، انت بتعمل ايه هنا؟ انا بتاع التليفونات على فكره يا دولا. بتاع التليفونات على فكره يا دولا، ده ايه الغباء اللي ملوش نهايه ده؟ معلش يا دولا، بص انا بصراحه بقى نسيت احط صوره الست فيرجينيا مع الجوابات اللي انا حطيتها. هات سنه الصوره دي، هات الصوره دي. ما هي دي فيرجينيا. ايوه هي دي، دي صورتها من 10 سنين ايام ما كانت هنا في مصر، من 10 سنين يا دولا. تلاقيها كبرت بقى. سلام عليكم رمزي. نعم. عايزك تسبقني على البازار. هه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 
والاباديب والجوابات دي كلها، ده انا كنت هطلع بسببك. هتستهبل يالا؟ يخرب بيت عقلك، مين اللي خلاك تبعت الدباديب دي ياض؟ ولا هتعمل لي فيها هخرس؟ مين اللي كان بيخليك تبعت الدباديب؟ كل ناحيه واحده يا غبي مره كده. ولا قول لي مين اللي كان بيبعت الدباديب؟ برضه مصر على الانكار. ماشي، عشان ما يبقالكش حجه، قول لي بقى مين اللي كان بيبعت الدباديب؟ انا شلت لك اللزق، خلاص تعرف تتكلم عادي، اتكلم. عطشان. عطشان دي اول كلمه تنطقها عطشان؟ حاضر يا سيدي. عطشان دولة. ادي الميه اهي، مش هشربك الا لما تقول لي مين اللي كان بيبعت الدباديب. فيرجينيا بتاعت البرازيل يا دولة. فيرجينيا بتاعت البرازيل، وما قلتليش ليه كده من الاول؟ اصل هي كانت موصيه، ما اقولكش. وانت رحت سامع الوصيه. حلوه قوي. الجوابات اللي كانت بتيجي مع الدباديب كانت مكتوبه بالعربي، اكيد مش فيرجينيا هي اللي كاتباها. مين اللي كتب الجوابات؟ انا يا دولة. يعني مش هتقول لي مين اللي كتب الجوابات؟ انا يا دولة. وسر برضه على الانكار، مين اللي كتب الجوابات؟ انا. غبي برضو مصر، برضو مصر. انت حر مش هتشرب، هسيبك هنا اهو كده، اهو مربوط للشجره لغايه اما تموت. مين اللي كتب الجوابات؟ معرفش. ما تقول كده من الاول، مين اللي ما كتبها؟ معرفش. ثلاثة معرفش، يعني انت اللي كتبت الجوابات. مين؟ مش عارف.